نتحدث عن اليوم العالمي للتطوع، هذا اليوم الذي طبعا يتم ترجمته من خلال شبابنا وشاباتنا واطفالنا بنشاطات لا منهجيه سواء في المدارس، الجامعات، في المجتمع بشكل عام مما ينعكس بالتاكيد بشكل ايجابي. صحيح، ريما ينعكس بشكل كبير على المجتمع له اثر كبير و البداية تكون دائما من البيت ريمة إلى المدرسة سهل. إلى الجامعة وصولا إلى الشراكة بالتأكيد مع كافة مؤسسات المجتمع المحلي يوم العالمي للتطوع للحديث بالتأكيد حول طبيعة هذه الفعاليات التي تجري في فلسطين ومختلف الأماكن نتحدث هنا بالتأكيد مع الأستاذة غادة العمري منسقة ومسؤولة العمل التعاوني في جامعة بيرزيت صباح الخير أهلا وسهلا صباح. فيك صباحكم والأخ سامي حسونة مدير برنامج الخدمة المدنية المجتمعية فرصة صباح الخير ايضا اهلا وسهلا فيكم اهلا يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيك وببلش معك استاذ سامي لما بنحكي عن هذا اليوم التطوعي ونتحدث هنا ايضا عن جمعيه فرصه او برنامج نعم هذا البرنامج بالتالي يشمل العديد من المحطات الفعاليات النشاطات التي يتم ترجمتها اكيد على ابنائنا الطلبه وبالتالي إنعكاس على المجتمع نحكي شوي عن فرصه صباح الخير بدايه نترحم على ارواح شهداء جميعا وشهيد الفجر عمر مناع وقافلة الشهداء التي تتلاحق وتستمر في على مذبح الحرية وعلى طريق تحرير فلسطين في البداية اليوم هو يوم مميز في مجال التطوع اليوم هو اليوم الدولي للمتطوعين اللي في في مختلف الدول وفي مختلف المناطق يتم إحياء هذه المناسبة من خلال زي ما حكيتي وتفضلتي مجموعة نشاطات الكل يعمل على أنه يحيي هذه الثقافة ويعززها في مجتمعه احنا كبرنامج خدمه مدنيه مجتمعيه اصلا بالاساس نعنى بموضوع تعزيز المشاركه المجتمعيه في عمليات البناء والتنميه من خلال التطوع لاننا نؤمن بانه المشاركه والتطوع هما وجهان لعمله واحده وهما اصلا ثقافه وثقافه مجتمع وكمان نحن مؤمنين أن الشعب الفلسطيني هو شعب رائد في في التطوع كلنا يعلم بانه الشعب الفلسطيني وعلى مدى سنوات كان يمارس العمل التطوعي والمبادرات التطوعيه والعونه وكل هذه صحيح بالفعل وكمان بحب اضيف ودائما بشير الى انه مقاومه الاحتلال هي قمه هرم العمل التطوعي ونحن كشعب يعيش ويلات الاحتلال وتحت الاحتلال هو اصلا يمارس العمل التطوعي يوميا في 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 مساعده بعض من خلال الفزعه والعونه وكل ما الى ذلك جميل هذا الكلام استاذ سامي اعود اليك استاذ غاده حدث عن مستوى الجامعات وبالتالي الجامعات ايضا جزء لا يتجزا من العمل التطوعي، جامعه بيرزيت لطالما قدمت نماذج في الاعمال التطوعيه على كافه المناحي، نتحدث بشكل اكثر طبيعه البرامج الفعاليات التي تقومها الجامعه. يعني بالبدايه يسعد صباحكم والرحمه لشهدائنا. يمكن بهذا اليوم قبل ما نفوت على الجامعات نفوت على فلسطين الام. اللي هي لازم نقول للعالم هنا فلسطين هنا فلسطين اللي قطعت مراحل آه مهمه بالعمل التطوعي اليوم لما لازم نستعرض تجربتنا كفلسطين احنا شو عملنا بالعمل التطوعي وين وصلنا احنا بدينا بالعمل التطوعي بقيمه انسانيه اجتماعيه مجتمعيه احنا بفلسطين إلها خصوصيتها اللي هي جزء من العمل الوطني احنا اليوم بنقول العمل التطوعي موجود في كل بيت موجود في الجامعات موجود في المؤسسات في كل يعني هو سلوكنا هو سلوك جزء صحيح. من ثقافتنا لما انت بتصدر المجتمع انه العمل التطوعي هو جزء من الثقافه هذا بكون في يعني فعلا احنا بنقول ان قطعنا مسافات بالعمل التطوعي بمراحل مهمه جدا على مستوى الجامعات الجامعات وخاصه يعني اليوم بنحكي عن جامعه بيرزيت جامعه بيرزيت اخذت على مسؤوليتها وضمن رسالتها انه يكون العمل التطوعي هو جزء مهم جدا جزء متطلب من متطلبات التخرج في جامعه بيرزيت يعني نقلنا من المرحله اللي فيها العفويه والعشوائيه الى مرحله انه يكون في اطار اطارات ومؤسسات مؤسسه للعمل التطوعي طبعا هذا ما بي ما بلغي دور اللي ضلوا في الفزعة والآخر ولكن أخذت بالشكل المنظم لإلها لا المشاريع كثيرة الجميل بها القيمة المهمة اللي نحن بنحكي فيها إنها هي قيمة شاملة قيمة واسعة قيمة بتقدر تتعامل مع كل فئات العمرية مع كل القطاعات وهذا من هون من هذا المنطلق كانت انطلاقه جامعه بيرزيت ومعها الجامعات الفلسطينيه انه قدرنا نكون في كل المجالات في كل القطاعات ومع كل الفئات والمخرجات اليوم انه احنا قاعدين هينا يعني بهذا الوضع يعني على الرغم انه مرات بقول انه العمل التطوعي تراجع انا من وجهه نظري انه العمل التطوعي ما تراجع بالعكس العمل التطوعي أصبح أكثر, اكثر تنظيما اكثر تنظيما وانه وهذا يعني جانب مهم يعني جدا ممكن نعود ونتحدث بتفاصيل اكثر حول هذه المشاريع وكيف <applause> طبعا تفاعل معها كافه الطلبه استاذ سامي نحكي اكثر عن اليه التشبيك مع الجميع لتنفيذ برنامج فرصه ولتنفيذ الفعاليات والنشاطات ايضا التي تقدمها فرصه زي ما حكينا برنامج فرصه يقوم على مبدا الشراكه الشراكه <applause> ما بين كافه المؤسسات من كافه القطاعات في المجتمع الفلسطيني لا. حيث انه نحن نؤمن انه من خلال هذه الشراكه ممكن انه يكون في اختراق في القضايا الوطنيه المهمه وعلى راسها مواضيع القضايا الثقافيه مثل احياء موضوع التعاون والتطوع فاحنا اشتغلنا من هذا من هذا المنطلق لما تشكل البرنامج تشكل الجسم القيادي منه من كافه فسيفساء المجتمع الفلسطيني من كل القطاعات القطاع العام القطاع الاهلي القطاع الخاص فكان في نوع من انواع توزيع الادوار والتبادلية وتراكم الإنجازات والخبرات يعني إحنا كان في لنا شغل مع الجامعات كمثال بحكم إن الجامعات تعتبر إحدى المهم المؤسسات في العملية الثقافية في المجتمعات هي تعتبر البيئة المناسبة لنقل الثقافة وتعزيزها صحيح. طبعاً بالإضافة لكل المنظومة التعليمية في البلد اللي إحنا كمان اشتغلنا مع وزارة التربية والتعليم على تعزيز ثقافة التطوع في المدارس يعني كل هاي المنظومة التكاملية هي عملياً تعزز مبدأ التطوع وثقافة التعاون والمشاركة طيب غداً يعني إحنا نتكلم عن طلاب بالدرجة الأولى فبالتالي هناك أيضاً مساقات تدرس في الجامعة وكما تفضلت هي من ضمن خطة دراسية موضوعة في كل جامعة ليس فقط في جامعة بيرزيت ونحن مقبلون على فصل الشتاء مع بداية فصل الشتاء تكثر الأعمال التطوعية مبادرات الفردية تقديم الدعم للناس المحتاجة نتحدث عن حتى كنا قد تبعنا سابقا خلال فصل الشتاء يعني سقوط الثلوج وهذه المبادرات الفردية والكل يتطوع لمساعدة الناس حسينا بشكل أكثر عن هذا الحشد وهذا التجهيز أيضا للمرحلة القادمة أيضا يعني هو يعني يعني العمل التطوعي ما بتو وقف على فصل معين صحيح. هو بجميع يعني على مراحل زمنيه كلياتها وبالفصول الفصول بشكل عام يعني فهذا بيوخذنا الى قديش مهم انه كل اليوميات موجود فيها العمل التطوعي فعلا انه احنا عندنا مشاريعنا الكبيره احنا طالعين من مشروع حمله الزيتون ونعتبرها الحملة اللي هي بتربطنا بعلاقه تاريخيه مع الاهالي وبالفزعه وبالعونه وبالصوره الجميله اللي قدرنا دائما نحافظ عليها مع المجتمع الفلسطيني جميل. وبالعكس نكون نموذج كمان للمؤسسات وللجامعات للمجتمعنا في عنا الحملات اللي زي ما احنا حكيت احنا دائما على مستوى الجامعه سواء المجتمع عندنا حملات النظافه عندنا حملات التشجير عندنا حملات بأشكال مختلفة بأشكال بالضبط هي عند, عند, هلين عند هلين السرد هلين. رح يعني راح يكون أنا العرض أنا كبير ولكن جميل. إنه اللي بده اوصله انه العمل التطوعي هو موجود بكل لكل الازمات وبنقدر نستفيد منه ونستثمره يعني اليوم سلام. انت اليوم بتحكي عن تجربه جامعه بيرزيت هون المهم اللي لازم احنا نوصل هذه المعلومه لمجتمعنا اليوم من تجربه جامعه بيرزيت بنقدر نقول انه هناك انجاز دائما بنشكل انجاز وطني من أدم للمجتمع <applause> المجتمع كان يعني المجتمع هو كان بيعطي يعني بيخرج اللي هو فكره الاعمال التطوعيه ولا اليوم في في شريك له صارت المؤسسات التعليميه شريك المجتمع انه لا العمل التطوعي هو بيقدر يكون جزء مهم من البناء من <applause> البناء من العطاء من السلوك من <applause> من اللي هو كمان تقدر يعني نعمل على مؤسسه نعمل على مؤسسه مش بس نوقف على صحيح. مشاريع على مبادرات لا وبدليل هي عندنا النموذج هون عندنا برنامج, برنامج فرصه صرنا نتطلع على الموضوع كيف نقدر بكل جهود اللي عندهم تاريخ بهذا الحك... بالعمل التطوعى ومش شرط لازم يكون تاريخ لازم يكون كمان يعني هذا مهم ناخذ بالتاريخ ولكن كمان نساعد انه يكون في كل المجتمع نأسس لهذا المجتمع حتى حتى لو ما كان تخصص العمل التطوعى المجتمع بكل مكوناته ولكن يعني هم... ها 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 يعني الاكثر تركيز دائما عليهم بالزبط. وهذا جانب مهم جدا احنا انتهى وقتنا لكن انه كان يعني بشكل سريع جدا موضوع تحفيز الطلبه حتى انهم يكونوا فعالين في هذا الجانب السياسي يعني انا رسالتي للشباب بهذا اليوم المهم ان التطوع هو فائده فائده مزدوجه فائده للشاب نفسه بصقل امكانياته وقدراته وبنفس الوقت في خدمه وطنه نعم. وكمان رسالتي للمؤسسات انه نسلط الضوء على موضوع التطوع انه نعطي قيمه للعمل نعم. التطوعي من خلال المقابلات الوظائف من خلال اعطاء كريدت لموضوع من يقوم بالعمل التطوعي نعم. فهي يجب ان يكون هناك تكامليه مجتمعيه باثراء هذا العمل التطوعي صحيح بالمجتمع. يجب ان يكون هناك يعني ما ينعكس على المجتمع تشارك مع جميع المؤسسات وجميع أم. افراد المجتمع أم. وان يكون دائماً العمل التطوعي حاضرا شكرا لك استاذ سامي شكرا لك يا استاذ شكرا شكرا جزيلا